المشاهد والحياة الآن، أهلا بكم في جولة إخبارية جديدة نستهلها بأهم العناوين. العليا للانتخابات تقول إن محافظة القاهرة هي الأولى في عدد المرشحين، وأربعة آلاف مرشح تقدموا بأوراقهم لمجلس النواب في المحافظات. بدء اختبارات التقدم لنحو 12 ألف وظيفة في الأزهر الخميس المقبل، والتعليم تعلن رسميا بداية العام الدراسي الجديد في 26 من سبتمبر الجاري. ولجنة الأندية تقصي الأهلي من عضويتها بالإجماع، والمنتخب المصري يسحق نظيره التشادي بخماسية ويحتل صدارة مجموعته.